اهلا. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا الفيديو اليوم، فيديو جديد، نهار جديد كيف العاده. شكرا لاي وحده دخلات واشتركت معايا في القناه ديالي، شكرا لاي وحده دارت لايك للفيديو، اللي دارت كومونتير زوين، شكرا لكم بزاف بزاف. انا كنشوفكم وديما معاكم، الله يخطيكم، والله ديما غادي تشوفوا الجديد، واي حاجه كانت انا الاولى اللي غادي نكون حاضره معاكم وكنبارطاجي معاكم كل شيء. كيف ما شفتوا اليوم وبزاف الناس اللي كيقولوا لي الله يكون مع باباك في انستغرام، ما تنساوش تدخلوا عندي حتى انستغرام يسرى سيل، نفس السميه ديال اليوتيوب، فين ما مشيتوا غتلقاو نفس السميه، زعما ما غاديش تلقاوني مبدله ولا شي حاجه. البارح قبل ما نعس بزاف ديال الناس، واحد الكم هائل ديال الناس صيفطوا لي الله يكون مع باباك، الله يكون معاه، على حسب اليوم زعما. كنبغي نشكركم بزاف، زعما دوك الناس غنقول لكم راه واخا نعيا ما نشكركم، ما غاديش نقدر نوفي داكشي اللي كديروه على قبلنا، واخا غير بالكلام الطيب، لانه واحد كيفكر انه باباك عنده اليوم جلسه ويدعي معاه ويصيفط لك ميساج ويبين لك انه معاك، وهذا راه شي حاجه اللي زوينه بزاف. وفي التعاليق ديالكم حتى نتوما، المهم انا كنشكركم بزاف بزاف، لانه هذا الشيء ماشي سهل، وما ديروهش مع نامبورت كي، كديروه مع الناس اللي عزازين عليكم فعلا. الله لا يخطيكم وشكرا لكم بزاف. كيف ما شفتوا اليوم كانت عند بابا الجلسه ديال الاستئناف بالنسبه للقضيه اللي مشدود عليها دابا، ومالوغوزمون جاوه ثلاثه ديال القضايا مستفين هكا، اليوم وحده وغدا وحده والخميس وحده كبيره اكثر كثر 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 بزاف، عرفتوا هذيك هي القضيه الكبيره بزاف. المهم راكم عارفين علاش كنهضر، على القضيه ديال زينه المحارم. انا مستعده زعما ليها، ما عنديش غرام ديال المشكل، الحمد لله بابا غادي يلقاني معاه، وديما كنقولها له، كنقول له بابا ما تخافش من هذه القضيه نهائيا، وحتى هو الصراحه ما خايفش، وكاملين في الدار ما خايفينش، لانه ما عندناش غرام ديال الشك انه غادي يكون شي حاجه، لان الحمد لله بابا بريء. انا كنقولها وكنعاودها وكنكررها، بابا بريء، ما عندناش هكا شي شك انه الله يستر يقدر يوقع شي حاجه، ولا الحمد لله مطمئنين 100%. علاش؟ لانه ما ديرش ما تخافش، حنا ما خايفينش نهائيا في هذه القضيه، والحمد لله القلوب ديالنا مرتاحه لحد الان، زعما مزيان كلشي غادي مزيان، وما غادي تكون حتى شي حاجه. انا كنقولها لكم من عندي، لانه فعلا بابا بريء. انا كنقول لكم ما غتكون حتى حاجه، علاش؟ حيت بابا ما داير والو. ملي كتكون الضحيه كدافع عليك، والضحيه كتقول لك ها عباد الله هادشي راه ما كاينش، راه فعلا هادشي ما كاينش، لو كان كانت شي حاجه راه انا الاولى غادي نوض وغادي نقول بابا وغادي نهضر على راسي، ما غنتسناش انا واحد اخر ولا شكون، المهم ما غاديش نتعمق في الموضوع، اللي غادي يهضر في بلاصتي ولا اللي غادي زعما ياخذ لي حقي، لا ماشي كياخذ لي حقي دابا، بالعكس كيشوه لي السمعه ديالي، وكيخلي الناس فين يزيدوا يهضروا فيا بالخايب، وفين شنو يقولوا عليا، وبزاف ديال الحوايج، وفين يعايروني وفين يسبوني وفين ويقولوا انا باغي ناخذ الحق ديال زعما هاد البنت، وما تاخذوا ليش حقي. انا الحمد لله عارفه شنو كاين، وكل شيء واضح وكل شيء باين، كون كان بابا كون انا نهضر، لان اصلا هاد القضيه هذه ماشي شي قضيه سهله، ولا راني عارفه شنو العواقب ديالها، عارفه بزاف ديال الحوايج. واي حاجه عندي انا قلتها في المحكمه، اي حاجه عندي قلتها في المحكمه، والحمد لله ما كاينش غرام ديال الشك، وكان 1% ديال الشك كون كان بابا دابا، بابا حاليا في السجن الله يطلق سراحه، ولكن كون كان على هاد القضيه، ما يكونش على قضيه اخرى، كون كان على هاد القضيه، ومني كانت هاد القضيه راكم شفتوا كان كيخرج حر طليق الحمد لله، لانه ما كاين حتى شي حار. انا نقولها وكنكررها، ما كاين حتى شي حار. انا عارفه ومتاكده انه هاد الناس اللي دابا كيقول لك داير كذا كذا، انا عارفه ومتاكده وكنقولها لكم مرارا وتكرارا، انه هاد الناس حتى هما عارفين بابا مظلوم، وعارفينو ما دايرش، سمحوا لي، وعارفين بابا ما دايرش، ولكن واخا هكاك ما عندهمش المصلحه انهم يجيو معاه ويقولوا فعلا هاد السيد
ما داير والو وصافي وغادي مسكين ظلام وكذا، غيخسروا عليه فيديو جوج فيديو ثلاثه اربعه الفيديوهات صافي، ما غيبقاش عندهم ما يزيدوا يقولوا، ما غيبقاش عندهم باش يزيدوا يخدموا. صافي حنا غادي نقول لهم شكرا حيت كتدافعوا على الحق وكذا، وصافي من بعد ما غاديش يبقى عندهم شنو يديروا. داكشي علاش هما غادي يختاروا انهم يجيو ضدنا ويقولوا ان هاد السيد داير ويظلموه ويظلموه ويشوهوا له السمعه ديالو، وماشي غير هو حتى انا، ويشوهوا سمعه العائله كلها، لانه هادشي راه خطير ماشي شي حاجه اللي سهله، ولا غيشوهوا السمعه ديالو وديالي والعائله كلها من اجل المال. هادشي كامل من اجل الادسنس، مع العلم ان الدنيا فايته بادسنس بالمال بلا مال، فايته باش ما كان وباش ما عطى الله. وشتي هادشي راه بعد عامين ثلاث سنين كلشي غيتطوى كلشي، في التالي شنو كيبقى؟ كيبقاو الاعمال ديالنا، كيبقاو الاعمال ديالنا. الله يهدينا والله يدينا في الضوء، يا ربي تهدي الناس ويهدي ما خلق. يا ربي انا يا ما نخطا في حياتي، انا يا من عارفه راسي خاطئه، عارفه راسي كندير شي حوايج مثلا بزاف، انا كيأنبني ضميري الا درت شي حاجه، ولا غير عريت شعري كيأنبني ضميري، كنقول يا ربي تهديني شي نهار، يا ربي تحسن علاقتي بيني وبين سيدي ربي، انا يا نخطا مع سيدي ربي، ولكن ما نوصلش للدرجه ديال انني نتهم واحد تعدى على بنته شي حاجه ثقيله ثقيله بزاف، ونشهد الزور، وانا عارفه راسي كنشهد الزور، ونقول شي حاجه ما كايناش عباد الله، وانتم عارفيني على من كنهضر، شي حاجه ما كايناش. للاسف للاسف للاسف، حيت هادشي راه غاف وحق الله، زعما كيأثر في الخاطر، ماشي شي حاجه اللي سهله، راه قضيه ثقيله 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 بزاف. واخا زعما نشهد الزور شي حاجه خفيفه ولا، المهم في التالي كتبقى شهاده الزور، في التالي كتبقى طيحت الباطل على شي واحد. نعيا ما نخطئ، نعيا ما ندير، ما توصلش بيا للدرجه ديال نطيح الباطل على شي حد، ما توصلش بيا للدرجه ديال نشهد الزور على شي حد من اجل شنو؟ من اجل المال، من اجل التباهي، زعما راني واعره غادي ندخل هذاك السيد للحبس. انا واحد كيكون داير فيا ما عرف شنو، وما كنقدرش نوصل معاه لشي مواصل خايبين ويدخل الحبس وكذا، ونتمنى له الحبس، ما عمري نتمنى الحبس لشي واحد، وخصوصا انه ما دير ليا والو. دابا غيقولوا لي بابا شنو دار لكم؟ جاوبوني سؤال واحد، نتوما اللي تعايروا فيه وتبغيو له الحبس وكذا، شنو دار لكم؟ ما دار لكم والو. شنو دار هو؟ انه مزور واحد السيده حنا مفاهمين معاها، هي مفاهمه معانا، كنحسبوها بحال منا، داير المحل ديالو، باغي يدير مشروع، باغي يزيد يدير شحال من حاجه زوينه في المستقبل، غادي نجيو حنا وغادي نطيحوه. هادو هما الخوت المسلمين وكذا، زعما ملي كتجي تفكري في شي حوايج كتلقايهم لا علاقه. الله يهدي ما خلق. هادشي اللي غادي نقول باش نطيحو خونا المسلم، ونتمنوا له السجن، ونزيدو نغرقوه، ما دايرنا والو. المشكل ما داير والو، يقدر هو يكون كيغلط في حياته، وتا نتوما كتغلطوا في حياتكم، نتوما اللي جايين ضده، تا نتوما كتغلطوا في حياتكم. الا جينا نحاسبوكم على اخطائكم، ما لقاوهمش حتى 1% من داكشي اللي كيدير بابا، ولا حتى 50% كاع حنايا، فهمتوا؟ لان اي واحد يجي يعايرني انا، وغادي يجي يعاير بابا ولا شي واحد ولا يهضر فيه بالخايب على شي خطا دارو. شوف هو خطا ديالو، حنا غير انسان في التالي، حنا في التالي انسان، كاملين كنخطئوا، تزادينا باش نخطئوا، تخلقنا وتحطينا في هاد الارض، وخلقنا سيدي ربي باش نخطئوا ونصلحوا الخطا ديالنا ونتوبوا ونستغفروا الله وكل شيء. ويجي واحد يبقى يعطيك العصا على خطا درتي حياتك كلها، وهو الخطا اللي تلقاه داير كثار من اللي دايره انت. كنتمنى تكون الرساله ديالي وصلت، وتكونوا فهمتوني شنو بغيت نقصد. علاش نقصو كنلومو بعضياتنا بالاخطاء ديالنا، والحياه كلها تبقى لاصقه عليك داك التيكيه ودايره؟ فعلا كلنا دايره اللي بغيت، نتوما مالكم؟ راه انا نكون ربي غفر لي، استغفرت الله وربي غفر لي على واحد الذنب، والبشر مازال كياخذ الذنوب في شي حاجه درتيها، يهضر فيك، ياكل في لحمك، ويربح موراك الفلوس صحيحه من اجل واحد الخطا درتيه. كل نهار ينوض يجلس يهضر على داكشي، كل نهار كل نهار كل نهار كل نهار كل نهار. ولا جيتو تشوفوا حنا ما دايرين حتى شي حاجه،
مقارنه بداكشي اللي كيديروهم، مقارنه بداكشي اللي كيديروهم حنا ما دايرين حتى شي حاجه. والحمد لله ذكروا لي شي حوايج حنا دايرينهم، ولا هما اللي كيخرجونا السيطره بعض المرات، هما اللي كيخليوك تقولي شي حوايج ما تتقالوش. الله يديم خلق. كيف ما شفتوا بابا اليوم كانت عنده جلسه ديال الاستئناف، وهاد الجلسه ديال الاستئناف تاجلات، وحنا عارفينها غادي تاجل. داكشي علاش انا ميما عمي كنا ما مشيناش. هو فوق ما كتكون عنده شي جلسه، عندي اللي في طرطا تهبط، اللي في المدينه تهبط، اللي انا كنوض بكري نمشي للمحكمه ملي كنعرف غتكون شي حاجه. ولكن منين ما كتكونش شي حاجه وكتعرفيها تاجيل، عندك علاش تمشي؟ ما زعما كتبقاي في الدار وصافي. ولكن لبنى مشات اليوم صافي، بقيت كنتواصل معها هكا في التليفون، ها هي هنا ها هي هنا، صافي حتى توصلت. واليوم بالنسبه لجلسه اليوم كان تاجيل صافي، يعني ما كاينش شي حاجه اخرى. ملي كيكون تاجيل صافي ما داكشي كيكون هكا محبوس صافي، ماشي شي حاجه اخرى، ما كاينش شي حاجه اخرى. بالنسبه اليوم كانت جلسة استئناف في القضية اللي معتقلي ليها حاليا، وغدا جلسة واحدة اخرى، ونهار الخميس الجلسة ديال زينة المحاري. جاو ثلاث ايام متابعة عرفتي، راه بزاف وحق الله. الله يكونوا في العوان. اليوم نتقدم في هذه، غدا في هذه، غدا في هذه، راه بزاف والله. الله يكونوا في العوان. هادشي انا ديما تنقول واحد العاصفة وغادي تدوز، ما غتبقاش ديما معانا، ما غنبقاوش ديما حنا في هذا الشيء، لانه شحال دوزنا ومشى داك الزمان وجا زمان هذا، ودابا غيمشي هذا الزمان وغيجي واحد الزمان، وهكا غادي نبقاو غاديين، هكا غادي نبقاو غاديين. وما هي الا وقت كيمشي في التالي، وغادي يدوز كل شيء، وغيبقاو اعمالنا. ديما كنقولها لكم، ديروا وراعي شي شويه لاخرتكم. الله يهدينا، والله يهديني حتى انا على اي خطا كنديرو. الله يهديني، و هادشي اللي غادي نقول. الله يهديكم حتى نتوما، حيت كتبقاو فيا بعض المرات تنقول هادو كيفاش غيديروا، كيفاش غيديروا في اخرتهم، كيفاش واحد يضرب في كل ليل ونهار، وواحد يضرب في الاخر ويغرق فيه. الصراحه انا ما عنديش مع هادشي. كيف ما كتلاحظوا حتى في قناتي كنحاول ما امكن نبعد على هادشي، ما عدا ملي يبركو على الجرح، يبركو. كنبغي نسلك، نبغي وهادشي كان شحال هادي. اما دابا بركو تتسيلو الدم مزيان، وغادي نبقى ساكته زعما، ما غاديش نخرج عاوتاني نكبر لكم الطناش وكذا. جو موفو زعما، بركو مزيان، غير زيدو تبركو، بحال صافي بحال قولي درت عقلي. المهم زعما مزيان صافا، الحمد لله. انا من نهار درت 18 قلت لكم ما عمركم غتشوفوا عليا شي هضره، شي خطا، شي حاجه. وكنعاودها ونكررها، انه داكشي اللي كنت جاوبت شحال هادي ولا هضرت شحال هادي ندمت عليه. ومزيان الانسان بعدا يندم ويخطا ويعترف بالخطا ديالو. خطات، وكنقول يا ربي تغفر لي على اي حاجه درتها واي حاجه قلتها. وهادشي اللي كاين زعما صافا، دابا حاليا متصالحه مع راسي، كنقول مزيان الحمد لله، غاديه في قناتي مزيان الحمد لله، زعما ترونكيل، ما كاينينش المشاكل بزاف، ما كنتفرش في حتى شي واحد كيدير المشاكل ويقولهم. دابا حاليا كنعيش واحد الطمئنان نفسي، مهنيه راسي من المشاكل، مهنيه راسي من هذا قال فلانه، قالت هذا دار، شوفي هذا، مهنيه 100% الحمد لله. متبعه غير القضايا ديال بابا، الله يطلق سراحو. كنشوف اليوم شنو عندو غدا، هادي متبعه القضايا ديال بابا، كنمشي نزورو كنتلاقاو، هو مسكين كيهضر معانا صافي. هادشي اللي كاين زعما، ومتبعه المستقبل ديالي شنو غادي نلقى فيه وشنو غادي ندير فيه. كنفكر بزاف دابا المستقبل، هادشي هادي هي اهم حاجه كتهمني حاليا. كيهمني حتى شي واحد ولا شنو دار ولا شنو غيدير، اهم حاجه هو مستقبل. وحتى نتوما اللي كتبعوني واللي بزالين صغارات، فكروا ديما في مستقبلكم. ولا عندكم شي بركة الفلوس، ولا عندكم شي خدمة، ولا عندكم شي قراية، ولا عندكم شي صنعة، حاولوا تستغلوها، حاولوا تديروا شي حاجة، حاولوا تديروا شي حاجة اللي تلقاوها في المستقبل.
انا كنصح اي واحد واي وحده يدير شي حاجه اللي لقاها في المستقبل زوينه. وشنو كنقول، خدمه صغيره على كبري بحال هكا داك المثال، وفعلا كتلقاوها فاش كتكبروا بحال الحسنه. هادشي اللي كاين بالنسبه لجلسه اليوم، ما فيها والو. الجلسه غدا غادي نكون حاضره ان شاء الله ضروري، حيت الجلسه غدا ما عرفتش الصراحه شنو غيكون فيها، واش تاجيل ولا ما عرفتش الصراحه، ولكن ضروري غادي نفيق بكري غادي نمشي. والجلسه ديال الخميس هذيك اكيد اكيد منها. بابا قال لي اخر مره وعندكم لا، قال غادي تمشيو الجلسه ديال الخميس؟ قلت له لا ما غاديش نمشيو. انا باش نمشيو بالطنز؟ قلت له ما علاش نمشيو، ولكن ما يمكنش، ما كاينش شي جلسه ما نفلتهاش. وعرفتوا شحال بقى فيا الحال، بقى فيا الحال هذه بين قوسين الاخر جلسه فهاد القضيه ديال زينه المحارم، لان في اخر جلسه في قضيه زينه المحارم كنت وقع لينا مشكل. راني عاودت لكم وقع لينا مشكل خايب بزاف فاش قالوا محمد الزهري هو راه ماشي بابا، هو واحد اخر. وخرجنا ومشيت انا عنده الزياره، وكان واحد الاستغلال كبير في داك الخروج ديالي. فاش خرجت رجعوني هربت، رجعوني خايفه، وهادشي كامل ما كاينش. انا بالعكس الحمد لله ما خايفاش، انا مستعده انني ندافع على بابا، نبقى ندافع عليه حتى نموت، حتى نموت وانا كندافع عليه. حتى واحد ما يقلبني عليه، حتى واحد ما يغيرني عليه، حتى شي حاجه ما تغيرني على الحق، ماشي على بابا، على الحق. هادي بعدا باش نسطروا عليها مزيان، على الحق ماشي حيت بابا، حيت فعلا ما دايرش، حيت فعلا مظلوم فعلا. الشيء اللي غادي نقول وكنقولها بواحد شراسه، لان شي حاجه ماشي سهله كتشوفيها، ماشي سهله لا عند ربي ولا عند عبده ولا قانونيا ولا كيف ما بغيتي تشوفيها من اي جهه، ماشي سهله. الشيء اللي غادي نقول، والله يخلي لكم والديكم، والله يخلي لكم بنياتكم، والله يخلي لكم صحتكم، الله يسهل عليكم ان شاء الله. وكنبغيكم بزاف بزاف، دعيو مع بابا ربي يطلق سراحو ويحنن عليه القلوب ان شاء الله، ويا ربي يعيش حياته ترنكيل وبركه بركه من هادشي. راه عيقته وبسانيت اكثر من القياس. شي غادي نقول، المهم دابا عاوتاني غادي نخرج نكمل المسار البحث على داكشي اللي كندير. عاوتاني شتوني شحال مره قطعت، راه كنقطع على السماسريه حيت مازال كنقلب هنا وهنا كيف ما قلت لكم. عاوتاني دابا غادي نخرج باش نشوف شي حاجه، وان شاء الله فاش نلقى شي حاجه ونقرر هادي صافي هادي راه غادي نبارطاجيها معكم ان شاء الله. وكنبغيكم بزاف بزاف، نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. وشكرا لكم، وكيف ما قلت لكم في الاول اللي دخلت لاشين ديالي تابونا معايا ودير لايك للفيديو، وشكرا لكم بزاف. سلامه.